السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين والمشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء القصير الذي سنوضح من خلاله حقيقة الشجرة المدعوة باسم شجرة البنات، والتي انتشر الترويج عنها على شبكة الإنترنت منذ عام 2008 باستخدام بعض الفيديوهات التي يعتقد أصحابها أن هناك شجرة تنتج ثمار تشبه جسد الفتيات، توجد في إحدى القرى بدولة تايلاند وتسمى هاري بول، حيث كلمة هاري بتعني فتاة أو امرأة، وبول بتعني شجرة أو نبات، وأن أهل هذه القرية لا يجدون أي غرابة من وجود هذه الشجرة، بل يعتقدون في خرافاتهم أن السبب في شكل هذه الثمار بيعود إلى أن هناك فتاة مظلومة تم قتلها تحت هذه الشجرة. وتبين بعد ذلك أن الفتاة بريئة، ولذلك يعتقدون أن الشجرة شاهدا على براءة هذه الفتيات. ولكن حرصا منا على توضيح الحقيقة، فإننا نقول أن هذا لا يعدو أن يكون خدعة من الخدع التي يتم نشرها على شبكة الإنترنت بواسطة صور وفيديوهات زي ما هو واضح قدامنا، حيث انتشر في الآونة الأخيرة وفي بعض الدول مثل الصين تغيير شكل الثمار باستخدام قوالب بلاستيكية من بلاستيك خفيف ورقيق، بيأخذ أشكال معينة توضع فيه الثمار وهي صغيرة لتكمل نموها وتكبر في الحجم بداخلها، ففي النهاية تأخذ شكل القالب الذي وضعت فيه كما يوضح الفيديو الحالي.